بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 34. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. لما ذكر الله سبحانه وتعالى في أول هذه السورة وقبل هذه الآية كثيرا من الكبائر، مثل أكل مال اليتيم، مثل أكل أموال الناس بالباطل، ومثل الغصب، غصب أموال الناس وأخذها بغير حق، وذكر تحريم قتل النفوس. لما ذكر هذه الكبائر قال سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، يعني جميع الكبائر من المذكورات وغيرها. والكبيرة، الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، فالكبيرة هي ما رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة من غضب أو لعنة أو نار، أو تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن فعل كذا وكذا، فهذه كلها تدل على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب. وما نهى الله عنه ولم يرتب عليه حدا في الدنيا ولا وعيدا في الآخرة فإنه يكون محرما ويكون ذنبا، لكنه يكون من الصغائر، من صغائر الذنوب. فالذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر. الكبائر إن كانت شركا بالله أو كفرا فإن الله لا يغفرها، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما إن كانت الكبائر دون الشرك ودون الكفر فإنها تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لصاحبها وإن شاء عذبه بها بقدر ذنوبه في النار ثم يخرج منها بعد ذلك. وإذا تاب صاحبها منها تاب الله عليه. فالكبيرة التي دون الشرك لها ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يغفرها الله لصاحبها، الحالة الثانية أن يتوب منها صاحبها، ومن تاب تاب الله عليه، الحالة الثالثة أن يعذب بها صاحبها في النار يوم القيامة بقدر ذنوبه ثم يخرج من النار. فدلت هذه الآية الكريمة على أن الكبائر التي دون الشرك أنها محل المغفرة من الله عز وجل، وأنها لا تقتضي الكفر كما يقوله الخوارج، وإنما صاحبها يكون مؤمنا ناقص الإيمان، أو يكون مؤمنا بإيمانه فاسقا بكبيرته، كما قرر ذلك أهل السنة والجماعة. أما الصغائر فإنها تكفر باجتناب الكبائر، كما في هذه الآية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني السيئات الصغائر. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة،
ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقال الله جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. والحسنات هنا المحافظة على الصلوات، فإن الله يكفر بها الذنوب الصغائر من حافظ عليها. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس بالنهر الجاري على باب المسلم يغتسل منه في اليوم والليلة خمس مرات فلا يبقى من درنه شيء. فكذلك الصلوات الخمس إذا حافظ عليها المسلم فإنه لا يبقى من سيئاته الصغائر شيء، بل يكفرها عنه بالمحافظة على الصلوات. فالذنوب الصغائر تكفر باجتناب الكبائر، لنص هذه الآية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وتكفر أيضا بالمحافظة على الفرائض، على الصلوات الخمس بالخصوص. وتكفر أيضا بالمصائب التي تصيب الإنسان، فإن الله يكفر بها عنه سيئاته، كما جاء في الحديث لما نزل قوله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. جاء أبو بكر الصديق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكى إليه ما أصابه من الهم عند نزول هذه الآية: من يعمل سوءا يجز به. وقال: أينا لا يعمل سوءا؟ الإنسان ليس معصوما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أليس تصيبك اللأوى؟ أليس يصيبك كذا وكذا؟ قال: بلى. قال: ذلك مما يكفر الله به عنك. وجاء في الحديث أن ما يصيب المسلم من مصيبة فإن الله يكفر بها عنه خطاياه حتى الشوكة يشاكها، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى: نكفر عنكم سيئاتكم. ثم قال جل وعلا: وندخلكم مدخلا كريما. يكفر الله سيئاته ويدخله الجنة، يدخله الله مدخلا كريما وهو الجنة على أحسن حال وأسر بال. فهذا فيه سعة عفو الله سبحانه وتعالى، وفيه الحث على تجنب الذنوب الكبائر من الزنا والسرقة وشرب الخمر وأكل الربا وأكل مال اليتيم، تولي يوم الزحف. فالكبائر تنقسم إلى قسمين: منها ما هو من أكبر الكبائر، ومنها ما هو كبائر فقط. أكبر الكبائر الشرك بالله عز وجل وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذه من أكبر الكبائر، فالكبائر ليست على حد سواء. ومع هذا يكفرها الله جل وعلا إذا إن شاء سبحانه وتعالى غفرها لصاحبها ما دامت أنها دون الشرك، ويغفرها بالتوبة إلى الله عز وجل. وفي قوله سبحانه وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، هذه الآية فيها النهي عن الحسد، فيها النهي عن الحسد. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. الله سبحانه وتعالى يتفضل على عباده فيعطي هذا ويحرم هذا، ويغني هذا ويفقر هذا، وهو الحكيم العليم سبحانه وتعالى بأحوال عباده وما يصلحهم، فهو يعطي لحكمة
ويمنع لحكمة سبحانه وتعالى. فإذا رأيت على أخيك نعمة من الله سبحانه وتعالى فإنه لا يجوز لك أن تحسده. الحسد الذي هو تمني زوال هذه النعمة عن أخيك، هذا هو الحسد المذموم. الحسد المذموم هو أن تتمنى زوال هذه النعمة عن أخيك. والحسد كما في الحديث يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والحسد هو الذي أخرج، هو الذي طرد إبليس من رحمة الله لما حسد آدم عليه السلام، حسده على ما أنعم الله عليه به من خلقه بيده وسجود الملائكة له وإدخاله الجنة وتعليمه أسماء كل شيء، حسده على ذلك إبليس وآل به الأمر إلى أن كفر بالله وطرده الله من رحمته، نسأل الله العافية. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.